بقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي ثمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبر. روى معاذ بن جبل. نعم. وطبعا كان في حديث ثاني طويل سيدنا النبي قاعد ومعاه الأقرع بن حابس. وبعدين واحد معدي كده يعني غني ومن أصحاب الأبهة معروف. قال ما قولك في هذا سيدنا النبي الأقرع بن الحابس. قال له يا رسول الله هذا رجل من أشراف العرب جدير إذا استنكح ينكح وإذا طلب يجاب وإذا 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 إلى آخر الحديث. شاف فيه الوجاهة وال شوية سيدنا النبي ساب وهو لا ينطق عن الهوى عارف اللي بيحصل. بس سيدنا النبي علمنا بيان عملي صلى الله عليه وسلم. شوية معد واحد فقير قال وما قولك في هذا؟ قال هذا رجل مغمور بين الناس فيما معناه يعني إذا استنكح لا ينكح وإذا سئل إذا سأل لا يجاب وإذا 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 استعطى لا يعطى إلى آخر الحديث. قال هذا الرجل الفقير ده ملء الأرض مثل هذا. يا الله.